خير معلم. شوفي بدي الزلبي اللي شفناه وقت اللي كنا بالمقبرة. منين نجيبه؟ بعدين شو بدك فيه؟ يا ريتني ما رديت عليك، يا ريتني رحت ومسكته. يا معلم انت ليش عاطي لهالزلمه اهتمام اكثر من اللازم؟ منو ها؟ اخ يا ابو زياد لو تعرف مين. اخ فهمت منو ها؟ لك هيدا عصام، عصام تذكرته منيح. عصام؟ مين عصام؟ عصام ما غيره؟ ايه عصام ما غيره، لكن ليه انا ضايش هالقد؟ مو معقول يكون عصام؟ عم اقول لك هو عصام، هو عصرت تفكيري وتذكرته منيح. ابو زياد لازم لي، لازم لي.